بكر. يعني إذا الواحد إذا الوحدة يعني ياها رمضان وما قضت اللي عليها قبل، فكيف تطعم عن كل يوم مسكين؟ يعني كم تطعم عن كل يوم مسكين؟ أول شيء بالنسبة للأولاد، أنت إذا استمريتي في نصحهم وتوجيههم إن شاء الله ما عليك إثم. أما بالنسبة للإطعام، فإن الإطعام يكون إما أنكم تشترون مثلا طعام معين، يعني حق نفر رز مثلا وربع دجاجة وشوية إدام من المطعم، أو تطبخونه في البيت وتوزعون على العمال الفقراء اللي يكنس الشارع واللي كذا، تعطونا كيس تتأكدون أنه مسلم أول شيء، لأن الصدقة لأن الكفارة الواجبة لا تصح للمسلمين، أما الصدقات العامة فتصح للمسلم وغير المسلم. ويصير مثلا إذا نعطيه على الجمعيات أنهم هم يطعمون عن مسكين؟ إذا كان الجمعيات عندهم يعني مجال في هذا وعندهم لجان خاصة وهم ثقات فلا بأس أن تعطيهم إن شاء الله.